بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ليكن حديثنا في هذه الحلقة كيف نحقق التوحيد في الحج. إنه شأن عظيم ومهم، لأن التوحيد هو أساس الدين وأساس الملة، وكل عمل لا يقبل عند الله إلا بشرطين. الشرط الأول التوحيد، وهو الإخلاص لله عز وجل في العمل، بأن لا يكون للإنسان قصد إلا وجه الله في عمله، أي عمل صالح قوليا أو فعليا أو اعتقاديا أو غير ذلك، لا يكون العمل إلا لله جل وعلا، لأن هذا هو الذي خلق الله الخلق من أجله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكل عمل يدخله الشرك فإنه باطل ومردود على صاحبه مهما أتعب نفسه. فإن كان الشرك من الشرك الأكبر فإنه يحبط جميع الأعمال، كدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والذبح للأموات والجن والغائبين أو الذبح للشياطين لأي قصد كان، لعلاج أو غيره، فإن هذا عبادة لغير الله، لأن الذبح عبادة، بل هو من أعظم أنواع العبادة، لأن الله قرنه بالصلاة. قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنسك هو الذبح. قال تعالى: فصلي لربك وانحر. فقرن الذبح تقربا إلى الله، قرنه مع الصلاة. فكما لا تجوز الصلاة لغير الله، فإنه لا يجوز الذبح لغير الله. فمن أشرك بالله بأي أنواع من الشرك الأكبر حبطت جميع أعماله. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أما إذا كان الشرك شركا أصغر فإنه يحبط العمل الذي قارنه، كالرياء، كأن يعمل من أجل مراءة الناس، أو السمعة من أجل أن يسمعه الناس ويسمعون عنه، فهذا يحبط العمل الذي داخله الرياء. وكذلك إذا أراد بعمله الدنيا، استخدم الدين من أجل الدنيا، فهذا حابط عمله. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا هو الشرط الأول من شروط صحة العمل وقبوله عند الله. الشرط الثاني خلو العمل من البدع، بأن يكون العمل موافقا للكتاب والسنة، فإن كان فيه بدعة فإنه لا يقبل. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي رواية: وكل ضلالة في النار. فلا يعمل الإنسان عملا يتقرب به إلى الله إلا إذا تأكد أنه موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعمل حسب العوايد أو ما رأى عليه الناس، أو عمل فلان أو فلان
دون أن يتأكد أنه مشروع وأن عليه دليلا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه شروط صحة العمل وقبوله عند الله تعالى. ومن هذا العمل الحج والعمرة، فلا بد فيهما من تحقق هذين الشرطين. الشرط الأول الإخلاص فيهما لله عز وجل بأن يحج ويعتمر قاصدا وجه الله سبحانه وتعالى، لا يقصد رياء ولا سمعة، لا يشرك بالله بدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله والطواف بالقبور والأضرحة والتبرك بالأمكنة التي لم يشرع الله لنا أن نتبرك بها، فلا يتبرك ولا يذبح ولا ينذر ولا يدعو ولا يستغيث إلا بالله سبحانه وتعالى ولله عز وجل. فيكون حجه وعمرته لأجل الله ولثواب الله عز وجل، لا يقصد منها رياء ولا سمعة، ولا يوقع فيها عملا شركيا يحبطها ويبطلها. وكذلك أن يحج ويعتمر كما حج النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، أي أدوا مناسككم على الصفة التي أديتها بها كما تشاهدوها. وهذا خطاب للحاضرين معه وللذين يأتون من بعدهم، فالحاضرون معه يشاهدونه ويفعلون مثل أفعاله، وأما الغائبون والذين يأتون من بعده فإنهم يقرؤون الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه في صفة حجه وعمرته وكأنهم يشاهدونه، فيمشون في حجهم وعمرتهم على الصفة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، فيعمل كما عمل الرسول صلى الله عليه وسلم. والتوحيد منتشر في مناسك الحج، فما من نسك من المناسك إلا وفيه شعار التوحيد. أولا التلبية، أول ما يحرم الإنسان فإنه يلبي. ماذا يقول؟ يقول: لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا شريك لك لبيك. فهو ينفي الشريك لله عز وجل ويخلص تلبيته وعمله وقوله لله سبحانه وتعالى. يعلن هذا من أجل أن يتذكر أنه لا يصح عمله وحجه وعمرته إلا بالتوحيد. وكذلك حينما يشرع في الطواف فإن أول ما ينطق يقول الله أكبر حينما يحاذي الحجر الأسود في بداية كل شوط، يستقبله ويقول الله أكبر، وهذا توحيد وإعلان للتوحيد. وكذلك في السعي أيضا يدعو الله سبحانه وتعالى ويحمده ويهلله ويكبره على الصفا والمروة، وفي أثناء الشوط يعلن التوحيد ويدعو الله مخلصا له الدين. وكذلك في وقوفه بعرفة يعلن التوحيد، قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذا أفضل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله في الوقوف بعرفة، وهذا إعلان للتوحيد، وأن الإنسان لا يتعلق بغير الله، لا يعلق قلبه وطمعه وخوفه ورجاءه إلا بالله، لا يعلقه بمخلوق، لا يذهب إلى الجبل كما يفعل الجهال ويعلقون الخرق على الشجر ويتبركون بالصخور أو بالتربة أو يأخذون معهم التراب
أو يعقدون الخيوط أو يذهبون إلى العمود الذي فوق عرفة ويتمسحون به، أو بعضهم يصلي إليه ويستقبله، كل هذا والعياذ بالله من الجهل ومن الشرك بالله عز وجل، وهذا يحبط العمل إن لم يتب منه الحاج والمعتمر، يتب من إلى الله عز وجل من هذه الأعمال الشركية والبدعية التي ما أنزل الله بها من سلطان. وكذلك في رميه للجمرة، رميه للجمرة والجمار، فإنه مع كل حصاة يرفع يده ويقول الله أكبر ثم يحذف الحصاة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف والسعي ورمي الجمار، إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار من أجل ذكر الله عز وجل، فهو يكبر الله مع كل حصاة إعلانا للتوحيد وإخلاصا لله سبحانه وتعالى. وكذلك عندما يذبح الهدي فإنه يقول بسم الله والله أكبر، فيذبح على اسم الله عز وجل وعلى توحيده، لئلا تكون ذبيحته مما أهل به لغير الله وما ذكر عليه غير اسم الله عز وجل، فهذا توحيد. إذن فالحج فالتوحيد يتجلى في جميع أعمال الحج ومناسك الحج، فيخلصه لله عز وجل من حين يحرم إلى أن ينتهي من حجه وهو يعلن التوحيد في كل مكان ومع كل فعل ومع كل قول، يعلن التوحيد لله عز وجل حتى يكون عمله خالصا لوجه الله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.